استاذ احمد سراج في حكايات إيسوب. ايوه. يختلف الاسد والرجل ايهما اقوى. طب يصطحب الرجل الاسد الى التمثال يبين ان هناك رجلا يصرع اسدا. فيقول له الاسد لان التمثال صنعه انسان. في مثل في افريقيا بيقول الى ان تحكم فرائس قصتها فالاسد هو ملك الغابة. إن إذا حكت الفرائس ستكون هناك وجهة نظر مختلفة. ما تحدث عنه مثلا دكتور صلاح الراوي مشكورا عن أعمال هيدرا جرجس تمام، صياد الملائكة مثلا رؤية العالم فيها هي رؤية موازية، لكن هيدرا يتعامل مع حادثة بسيطة ويقوم بالنظر إليها من عدة جهات. لكن ما يفعله يوسف وهيب هو صناعة تاريخ موازي بالكامل. هذا التاريخ نظرا لتعدد الرؤى داخله وتعدد الأصوات وتعدد المداخل يصنع شبكة، خصوصا أننا أمام رباعية أو خماسية. نأتي إلى المسألة الثانية وهي شعرية السرد. هناك فارق كما أوضح صديقي الرضا ما بين كلمة الشعرنة بأن أنا أملأ النص باستعارات وكنايات وأثقلها بالمجاز، وما بين شعرية السرد القائمة على تغيير الزمن، على عدم السير في خط أفقي منتصب من الأمام من الوراء للأمام. لا، إحنا بنصل في المنطقة ويحدث ارتداد أو فلاش باك، وفي هذه المنطقة تظهر شخصية، هذه الشخصية تأخذ الأعمال لمنطقة أخرى، وهذا أصلاً يقودنا إلى أثر السيرة الهلالية في هذا العمل أو أثر النص الشعبي. لأنه عندما يكتب الكاتب هناك تصور لديه وهناك سياق يحكمه وهناك ثقافة تؤطر له ما يفعل. فهنا هناك أثر بالسيرة الهلالية. مثلاً السيرة عندما ننظر إليها هي مواليد، ريادة، تغريبة، أيتام، أظن هذا هو قانون السيرة. حتى ينظرون مثلا إن الإلياذة والأوديسه على إنها سيرة مكسرة، وفي الإلياذة والأوديسه ارتجاعات لكيف ولد أخيه. ثم هناك ديوان الأيتام المتكون من اللي عمله إسخيلوس ويوربيبس في الضارعات وفي إلكترا ما بعد مقتل أجا ممنون، وما بعد مقتل هكتور، وما بعد مقتل أياكس، وما بعد مقتل العظام. في الرواية هنا يبدأ ديوان الأيتام الموجود أصلا داخل السر، وهذا ما أظنه شكل وعي الضارعات وحملات القرابين وأورستس والرباعية رباعية أورستس بالكامل بتاع إسخيلوس اللي ترجمها طه حسين ومن بعده أكتر من حد. هنا الفكرة أنه تحكم نصين غائبين، السيرة الهلالية والملاحم اليونانية الناتجة عن الدراسة ليوسف. نتكلم عن فكرة النوستالجيا والنوستالجيا باعتبارها حصنا، مش باعتبارها باعتبارها حلا يشتغل عليه الكاتب من أجل أن يعني الكاتب لا يقدم لي ما أريده ولا يقدم ما يريده، هو يقدم اقتراح للحياة ويقدم رؤية للعالم أختلف معها فهذا وفهنا يكون العمل الفني. لكن أن أتفق مع العمل بالكلية فكان عليه ألا يكتبه. لماذا يكتب شيئا أتفق معه؟ نأتي إلى مسألة غاية الأدب، الإقناع والإمتاع. هذا الإقناع يحمل داخله مجموعة من الأدلة المنطقية التي يمكن أن أختلف معها أيضا، لأنها أفكار الكاتب وأفكار الشخصيات أو تحركات الشخصيات. الإمتاع بما فيه من حبكة وفيه من لغة وبما فيه من كذا هو موجود إلى حد بعيد. فكرة بقى ملاحظة المحددات، الأخطاء اللغوية هي غير معرقلة للفهم لأنها أخطاء كتابة وليست أخطاء مثلاً في المدلول، مش في المدلول يعني هي لا تؤثر على المعنى ولا تؤثر على الدلالة. لكن هناك ملاحظتان يعني ممكن كلمت الأستاذ يوسف فيهم. ملاحظة الأولى هي الاختصارات في غير محلها،
يعني انا اكتب سيره، ففي السيره الهلاليه مثلا عندما نقرا السيره الهلاليه فزيدان حامل الصبايا العذارى له فصول، رحلات الطريق لها فصول. هنا كان يوسف يفيق يخرج من دور السارد الى دور القارئ فيقول هذا يحذف وهذا لا يكتب. معظم الاختصارات كانت بحاجه الى ان تترك بالتداعي السببي والتداعي الحر الى ان تتشكل الشخصيات بالكامل، فيخرج لدينا الشخصيات كمتى العجبان التعامل مع كل الشخصيات كما كان يفعل اسامه انور عكاشه، ان امد الحبل حتى النهايه، لكن ان اترك هذا لبعض الشخصيات وان اتوقف عند بعض الشخصيات في مساله البدء. ففكره مثلا وجود كتب دينيه عند رجل شيوعي، احنا كنا نحتاج الى التحقيقات التي جرت وكيف جرت التواصل مع القاهره، لان هذا التازم هو الذي يصنع الحاله التي تجعل القارئ لا ينفلت من النص. لكن ان ياتي حدث مصيري في لحظه، هذه مساله لم تكن، يعني اظن ان في المراحل يعني في المراحل القادمه علينا ان ننظر اليها. في مساله نحن نتحدث مثلا، لا احد يستطيع ان يمسك ب 1984 ولا ينهي، لكن لا احد يستطيع ان يشاهد 1984. يعني حضرتك هتمسك الروايه لازم تخلصها، ولازم تقف قدام التلي سكرين وكانت بتتعمل ازاي، وتتخيل المرجل للبطله والبطل كانوا بيتقابلوا فيه، لكن الفيلم نفسه حضرتك ما تقدرش تشوفه لانه التقنيات حجمت الخيال، حجمت خيال الكاتب. مساله كيف يحول العمل الى عمل روائي؟ لو اخذنا مثلا مثل عجبان كما اخذ مخرج الارض، او روايه الارض تختلف بالكليه عن فيلم الارض. يعني قيل لطه حسين ان يكتب ما بعد الايام، لكن كتبها احد تلامذته. وقيل لتوفيق الحكيم ان يكتب ما بعد عوده الروح، لكن ما نطلبه من يوسف ان يكمل هذه السيره بمنطقها. شكرا. استاذ احمد سراج، الحقيقه ما قدمته هو درس. الحقيقه انا بتكلم بجد. نعم. لا يعني هو في داهيه سودا بس انا مش هقول هي مين. فالحقيقه هو درس للقارئ وللكاتب الحقيقه، خبره ورؤيه جميله طبعا. يعني ساعات الكاتب بيخاف يكتب اكتر، يقول جاي، لكنه يعني استفدت قوي، مش لاني هكتب، لا استفدت، او مش اني عايز اكتب، لا لاني وانا بقرا كلام حضرتك هيبقى موجود. شكرا بجد، شكرا حقيقي على حضورك وعلى المداخله بتاعته تدل على انه الداهيه بيضاء.